أريد أن أنظر بواحد خطر لي تنظيره لطيف وهو يونس عليه السلام. يونس وين كان؟ شوية لعله به مبالغة أو سوء أدب، لكنه أريد أن أقولها بشيء من الوضوح. انهزم من ساحة المعركة وعوقب على ذلك. مسلم أيضا سلام الله عليه باستعفائه انهزم من ساحة المعركة ولكنه لم يعاقب على ذلك. فمسلم سلام الله عليه أحسن حالا من النبي يونس. الحقيقة الشيء الذي أثبت هنا أنه عند المقارنة تحصل نقطة قوة ونقطة ضعف بالنسبة إلى مسلم سلام الله عليه بالمقارنة مع يونس، ليس بالمقارنة مع حقير مثل سلفهم الصدر. نقطة الضعف أن يونس سلام الله عليه صبر حتى حصل له اليأس من هداية القوم، فلذلك طلق. الله العظيم مش قد بقى سنين بيهم إلى أن جذع وحصل له اليأس. لعله يأس وهمي، المهم لكن بمقدار الاطمئنان العرفي عنده اطمئنان أن هذا بعد كل ما فيه، قام ركب السفينة وانهزم. مع ذلك كان لا ينبغي أن يفعل ذلك. ليش أقول نقطة ضعف ستبين؟ وأما مسلم لم يعمل أصلا، انهزم قبل أن يعمل لو صح التعبير، استعفى قبل أن يعمل، لم يذهب إلى الكوفة ولم يرى وجوه الناس، وإنما رأسه سأفيني بالله أنا ما يخلط، وإن كان هو ما قال حاشا عنه ما يخلط. فمن هذه الناحية هذا نقطة ضعف بالنسبة إلى موقف يونس. لا، يونس من هذه الناحية مجاهد. نقطة القوة لمسلم هذا الذي قلت قبل شوية، أن يونس سلام الله عليه عوقب أيضا، كما أن الذنب دقي العقاب أيضا دقي. عوقب ليس بمعنى أنه رمي في جهنم، لا، وإنما التقمه الحوت. لكن مسلم لم يعاقب. اذهب إلى وجهتك، يعني شو؟ يعني أنه لو كان قد عوقب لكان ما أسهل على الحسين أن يبدله، أنه أنت تستعفي لكن بعيد كيت وكيت، روح اقعد بحوشك، أنت غير صالح ما دام تستعفي، لا صبر لك مثلا. ما كان يمكن أن يقول له أو بلسان الحال، لا، إنما بقيت جازما وعازما على إرساله الحسين سلام الله عليه. فإذا أمره من جديد أنه اذهب إلى وجهتك راح. لماذا أن هذا عوقب وهذا لم يعاقب؟ في الحكمة الإلهية يمكن أن تكون على أشكال. طبعا الناس يختلفون، حتى المرتفعين مقاما يختلفون، والمتوسطين يختلفون، والدانين يختلفون، كما تختلف الوجوه تختلف النفوس والعقول والمراتب كلها. فلذا كان الأصلح أن يكون، لاحظوا، وإلا هما شنو؟ كلاهما مر ببلاء دنيوي، كلا يونس مر ببلاء دنيوي ومسلم سلام الله عليه أيضا مر ببلاء دنيوي. وحوت يونس كان عبيد الله بن زياد، كلا لا تستطيع أن تقول، لأنه هو المسيطر عليك سيطرة محل شاهد أي دنيوية، والعياذ بالله ليس في ناحية المعنى. لكن فرق شنو؟ أن يونس أدخل في البلاء الدنيوي رغما عليه، ومسلم لا، أدخل باختياره، أمر بالدخول فدخل، كما ذكر قال ضعن عليك وأجلس في النار، وهم ضعن عليه جلس في النار أكثر ولا أقل. وهذا يدل شنو؟ على علو مقام مسلم سلام الله عليه. حينما نقول بأنه في تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله، والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، أن علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، وفي نسخة خير من أنبياء بني إسرائيل، لأن النفس
الاتجاه الإسلامي عقليا ونفسيا واجتماعيا وهدفا. خلي الإنسان في قالب جديد. اثنيناتهم مؤمنين على العين والرأس، اثنيناتهم متقين، اثنيناتهم متورعين، اثنيناتهم معصومين، لأن مع ذلك القالب الإسلامي يختلف جذريا عن السابق. فلذا هذا استحق غير شكل عن الذي يستحق السابق. في السابق كانوا المذنبين يرون عذابا دنيويا مهلكا فوريا، الآن لا. كذلك شنو العالي للمقام يرون عذابا دنيويا غير مهلك، لكي شنو يعفى عنهم ويغفر لهم ويجدد نشاطهم. فلذا من زاعة الحوت أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. يعني ترى إخلاصه ما اختلف، ومستوى العقلي والنفسي ما اختلف، هو وذلك أنه بقي من المسبحين في بطن الحوت، وكذلك يعني أي بقي من المخلصين في لله، ما لنا من أحد، بقي من المخلصين لله حتى في بطن الحوت، لم يعترض ولا طرفة عين أنه يا ربي ليش الحوت بلعتني. لا، وكذلك بعد أن رجع إلى المجتمع أيضا أرسل مرة أخرى إلى 100,000 ويزيدون، إما هي نفس البلدة أو غيرها نحن لا نعلم، ربما في السنة الشريفة أنه هي نفس البلدة على كل حال. فهذا نحو مقارنة، فليس بالبعيد على أنه شنو ما يقع في الإسلام له شبه في السابق، وليس بالبعيد أن يكون ارتفاع المستوى مانع عن مثل هذه الأمور، ليس بمانع عن مثل هذه الأمور. شوفوا، وإن كان هي خطوة هي مو أكثر. الوعيد الذي لم يتقهقر ولا شعرة ولم يتعوه ولا بحرف هو محمد بن عبد الله، هو الوحيد أخفى الزفرة فيها صحيح السجادية على ما بتالي. قبل ما عنده زفرة من الناحية الدنيوية، خذ زفرات ما شاء الله بسعة الأرض والسماء. من الناحية المعنوية يشوف ذنوب الناس وعيوب الناس وضلال الناس وأشياء أخرى كثيرة، هم قبل أن يؤمنوا به هم بعد ما آمنوا به. أجب النماذج التي آمنت به شنو قيمتها حبيبي؟ نحن نعرف ما قيمتها، وهو يعرفها أكثر مني ومنك بملايين المرات. لن تؤمن بها أبدا كذا حج التمتع، دعم ذلك من الأمور. فإذا كان المطلب هكذا ماذا يكون الحال؟ الله يشهد، لكنه أخفى الزفر، لم يقل شيئا إطلاقا لا أمام المخلوق ولا أمام الخالق إلى أن مات.